كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وان شاء الله حلقة النهاردة تنعشنا. ضيفنا النهاردة قيادي من الدرجة الأولى، لأنه وراه 40 واحد بيعملوا نفس اللي بيعملوا بالملي، يمين يمين شمال شمال، كلهم رهن إشارة واحدة بس من وسطه. مين فينا ما تهزش لما قال علي الدي جي يالا؟ مين فينا ما استفادش لما قال إن العنب ينفع في شتاء أو صيف؟ مين فينا ما راحش لما قال النهاردة فرح يا جدعان مع المطرب الكرياتيف اللي غناه للفواكه خلاه يفكر بره القفص؟ ضيفنا النهاردة ابن البلد الجدع اللي عمره ما تغير، المطرب القصير سعد الصغير. ايش اشكال الشعرية؟ ايش اشكال الشعرية؟ يعني 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 الشربطات يعني الكوبايات يعني يا كحكلي يعني يا بسكويت يعني الشبروية يعني المية مية يعني الشبروية يعني المية مية الشبروية يعني المية مية يعني المصروية المية مية يعني يا هني يعني يا هني يعني يا خلت العيد يعني يا بسكويت يعني سيل ام النور يعني على بيت سلبوه يعني اينك والسبيل يعني ابي تلو بتروح يعني ولو تمون لزف. My name is Jacques. ايه؟ Jacques. سلام عليكم جاك. جاك. Nice to meet you. سلام عليكم زو جاك. هنا العربة دي؟ Yes sir. ماشي يا جاك. يا شربتات. هالكوبيات. يا كاكليد. سلام يلا بقى يا سلام. خلاص يا. خلاص. خلاص عبد محمد. خلاص. خد العيال دي على الفرح بقى يلا. سلام. يا مسهل يا رب. Good morning sir. My name is Jacques. Jack, Jack, ماشي أبو Jack. Good, nice to see you, sir. وعليك السلام. So, welcome to Mongena. We're gonna go on a drive now, and I'm gonna try and show you Big Five animals. Big Five, including lions, leopard, elephant, rhino, and buffalo. And they are dangerous animals, so we do have to be careful with them. But if we do get to them, all you have to do is just stay seated and be calm. If we see any other animals, I will point them out to you, and I will tell you a little bit about themselves. صلى على النبي. أنا معك في كل اللي أنت قلته ده. أنا موافق. Okay. كل اللي أنت قلته ده موافق عليه بالصلاة على النبي. Yes. انت بس احنا بس حلوه كده بس انا وانا معاك okay. انا مش يعني ايه مش هتكلم وراك انت براحتك بتكلم انجليزي براحتك مزاجك مزاجك yes. لف لف كده حلوه تمام بس عايزين معاه حاجات ساقعه بقى وبتاع جاك منين yes. انت منين انت عربي ما تفهمش صحيح ايوه وير يو فروم وير يو فروم فروم كيب تاون ايه يلا كيب تاون يعني كيب تاون فار واي فروم هير من افريقيا يعني يا ايوه من اجدع ناس يا رايق تعرفش الفيديو كليب بيتكلم كام هنا يعني بص كليب فلوس بقول لك مش كانوا جابوا حد يتكلم مع يعني ترجم كده ولا حاجه انت هتتعبنا يا عم شاك ايه الحمار ده؟ يا ذات الزيبرا اسمه زيبرا؟ زيبرا يا انا مغني الحمار في ايجيب بحبك يا عمار انتوا انا بحبك يا زبلة ام ديس من بولا اوف ذي ايه ده وغزالة اهو اوه حلو ده يا بولا كينغاي انت بموانا نانغاي كينو للويو ناكو ميمو يمي ماما للويو
ايوه حلوه البحيره دي. عسل يا ريس دي تغرس بقى. ايه ده؟ ايوه على مالك جاد. ايش طب جاد شكلك يلا سواق. ايه يا وي ايه يا وي ماما سم هيبو. اه ترعه يعني ولا ايه؟ ايه يا وي ماما. خلي بالك ابو جاك اي غلطه هنا بالصلاه على النبي هتبقى في الترعه. واخده واخده زامبي بولينجو تنيتو ليوك ماما. لما تم دعوة الفنان سعد الصغير لتنشيط السياحة في ساوث أفريكا قال لهم يعني إيه؟ قالوا له اعتبروا فرح بس بعيد شوي. قالوا مال المهم الصحبة. والراجل جه يا عيني وما يعرفش إيه اللي هيجراله. حلوة دي قوي. ماما يا مية ابن عمي. ليش يا سام؟ عاملك معاك مصري بقى معيش فلوس كده. ثانك يو سام. فيرست تايم هليكوبتر؟ أول مرة. ممكن أخد صورة؟ راح براحة يا ريس براحة. خليك تحت شويه. انزل شويه عالي قوي كده. مفيش حاجه نمسك فيها. ايه ده ليه هتطلع ليه؟ ايه ده بقى؟ اوعى يا ابن عم تقل وتقع الطياره يا ابن عم. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله عشان لو اتقلب سنجل. كايرو فكاني وبحب الفاكا. انا موت في الموز والمانجا بصراحه. الفاكا بغير ببيع واشتري بضميري. الهنا بالهنا عيشت عادي. واتس يور نيم؟ بايرن. ايه؟ بايرن. برد يا عسل. لا 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 يا ابو دم عسل. قول لي مش شاف طيارتك يضربك المثل. يا فيري جود فيري جود. عسل في مشيتك. لا 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 اديني. سار صغير انجلش انجلش نص العب. هو اللي في الحي بحال. لا 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 رس يا معلمة مالي القمر مالي. سعد احنا مستحملينك عشان ده خضرنا. نما الغلبان ده ذنبه ايه؟ نعمي حمادة. حمادة انت جايبه معاك من علاوة. صديق تعرف محمد منير؟ محمد منير سمارة كينج عندنا. تكلم عربي؟ عربي نوع عربي. اوه جنوب افريقي وما بتتكلمش عربي ازاي يا جدع؟ لا 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 انا زعلان. الله زعلتني. واتس يور نيم؟ إنسان. ها؟ إنسان. دينا سل. إنسان. دينا ست. يس. دينا ست. يس. الله اسمك دينا ست. حلو. يا دينا ست. دينا ست. دينا ست. دينا ست. دينا ست. حلو دينا ست. هي أفراحي وآهاتي. هي أغلى من حياتي. هي عمري وذكريات. هي حبي للجنون. هي أفراح. ايه حاسس يا ريس بالراحه ابن عمي. ايه ذا كار جاست ستوب. بطاريه. يس. بص وشوت انا سوا تاكس اعملها لك. وشوت انا مستمتع بالحوار جدا. ساعه ما لوش خروج من مصر. Let me just go and need some help there. I'm coming. Just stay inside the car. I'm coming. No 5 minutes. بص افتح البتاع وشوت. No I'm just going to get some help. I'm coming. No ماشي كلمه حتى كلم جيبها بتاع وشاط يفتح الوشاط و ام كامي تلاش حبل قط ميه بقى معاك. لا 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 يا زول زول يا جماعه حد ضحك على سعد وقال له انه في السودان. يا زي حمادة سحمادة. النهار أزرق. يا
بتطلع اللي في جيبك ليه؟ انت ممسوك في لجنة. مش 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 بومبوني هم أولاد أختك. قلع الحزام للأسود ده داخل خناقة. سعد بينفض الشيش. يعني هو لما قلع الجزمة تشجع يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم. يا محسن! يا محمد! يا حمادة! مين الاسماء دي؟ انت بتنادي على الفرقة بتاعتك؟ دغدغ الموبايل. امشي يا اسد يا وحش يا نوتي. يا جدعان يا جدعان يا جدعان يا جدعان يا جدعان عايز كله يبقى تمام. قلبي يا قلبي يا هموت يا جدعان. الله يخرب عقلك يا سعد كسرت لي الديكور. يا ابو حسين يا حمدي. مين دول؟ مشوه يا جماعه مشوه. ما هو يتمشوه يتمشوني. يا عم ايوه 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 بالعربي بالعربي. راديو ووكي توكي بالعربي. راديو ووكي توكي ووكي توكي in the box. يا اوبن اوبن يعني في شو مضل يا جدعان. شاف التعبان لطب يا جدعان عرب يا جدعان. يا عم محمد يا ولد ما يصحش يا سعد اللي بتعمله ده. انت مش صغير. هموت هموت هموت. بتقفله بخشبه؟ هو الصندوق بيكهرب؟ طب بذمتك بقى قول لي سمعت ايه؟ يا ولد يا ربنا يا ولد بيتك يا سعد كل دي شتايم. يا جدعان متهيألي كفاية عليه كده. ابعتوا الطيارة. ريس انت راكب في لوكا. سامحني يا اخويا سامحني يا حبيبي. يلا
ثلاثة عبيد. الحمد لله على سلامتك يا بطل. يا نهار أبيض. سوري. تموت مصحف. أنا عارف. أنا شايف. تعال. لا. بص هقول لك على حاجه. انا بحبك والله. مش هقول لك مش حاجه. هقول لك بس بحبك والله. ما انا كمان بحبك. بس مشكله. طب الاسئله لو كان دخل طب ربنا عالم تعبان الوقت. انت سيف تماما يعني امن تماما عشان تبقى في الصوره. كل دول مدربين. مدرب على ايه؟ ايوه متدرب. امال انت متخيل ايه؟ امال احنا نعملها كده؟ او انا ما بحبكش. انت عارف ده انا بموت فيك والله العظيم. بحبك. انا بموت فيك والله العظيم. كنت هموت بعد شر عليك. نفسي راح والله العظيم. انا شفت الاستبراك العربي. انا شفت. انا اسف. كل سنه وانت طيب. انت حبيبي. انا بحبك يا عم. ما بحبكش تعمل. طب سوري. انت بوظت اعصابي لعلمك. انت بوظت اعصابنا كلنا. الناس كانت فاضل ثانيه وهنخش جوه. مفيش. والبيت ما فيهوش بوابه ولا فيه. انا عارف. تعالى. والعيال دي معانا. كل ده معانا. يا ولد اللذين. لا بس انت منور ساوث افريكا. هو ده اسمه ساوث افريكا؟ انا حاسس انك جيت في امبابه. ما هو مكلمين لي بقى. قال انا اللي هنشط السياحه. وهم اتكلموا معايا في فلوس. قلت لهم لا طالما سياحه وبتاع مش فارقه اللي تجيبوه. عارف انت اللي هو طالع في سياحه بقى. بس حبيبي ربنا يخليك. بجد انت سكر. والله بحبك. والله بحبك. ما تخش. خلاص تعالى. انت بوصلني الديكور. الديكور كان ده. انت كسرت العربيه. هموت. البتاع الاسد داخل هنا اهو. ايوه منها. انت كنت شايف الضربه هنا خلاص. لو شال دي بقى. شفت عمل ايه الاسد؟ طب بص والله العظيم. بص بوز الحديد. بدل التعويض بقى يا ريس. من عينيا. الحزام ده بجنيه ونص. من عينيا. ب 150 جنيه. تعالى. انت جايب لب. دي لوحديها كفايه عندي. انا عشان الطياره. دي لوحديها كفايه عندي. انا بحبك والله العظيم. ثلاثه منك. وانا بموت. والله العظيم ثلاثه. ده انت اخويا. عارف حد لك؟ انت اخويا. شايف الكاميرات فين؟ هموت. شايف الكاميرات فين؟ يا ولد اللعيبه. شايف؟ اهو يا عم حماده اللي انت بتنادي عليه ومحسن ومجدي ومحمد. عبد ايه العنسين العربية دي بمرتك يلا. واتس يور نيم؟ ايناس. لا عسي لا بعلق ايه تبه. اوعى. كل سنة وانتم طيبين يا باشا. اليكس ده صاحب الاسد. انت صاحب الاسد؟ انا اسال السؤال. لو الاسد تعالى كده بس. لو الاسد نط وكلنا هتعمل ايه؟ قول لي. Tell him he must learn to say how in English. If the lion eat him. What you do? وكان الحديد. Send his shoes to his mother. وبص علشان اثبت لك انك كنت في امان. احنا عندنا من كاسبر 4-5 دول الهانترز بقى اللي هم يعني لو عمل اي حركه في ثانيه هيتخبط. بص انت النهارده عايز اقول لك انك انت نورتنا. تيجي نرقص. تعالى. قول باي. باي يا باشا. كل سنه وانت